لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم أعزائي ديالي كاملين، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا مزيانين بأحوال جيدة. مرحبا بكم في لاشين ديالي شين أملاك والقناة ديالي احتياطية فاتي تي في. قبل ما نبدا هذا الفيديو نتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم باللايك والجرس باش يوصلكم أي فيديو درتو يوصلكم، وشكرا على التعليق ديالكم البناء اللي كتخليوها لي وكتشجعوني بها. كما كتشوفوا اليوم غادي نشارك معكم النهار ديالي، شنو غادي كندير فيه. غادي نعجن المسمن، من بعد نعجن الخبز باش نمشي ندير الطويجين ديالي للغدا. درك راه يعني راني جيت، المهم جبت مالك من المدرسه، عاد غادي نوجد هذا الشيء حتى ل 12. المهم جبت مالك وجيت، عاد غادي نعجن الخبز ديالي وندير الغدا وندير المسمن نخليه يريح ونمشي باش نعجن الخبز ديالي. المهم هنا نحتاجوا المقادير، يعني اي وحده راه باينه، اي واحد يعرف يعجن المسمن. انا غادي نوريكم الطريقه ديالي، يعني الطرق كيكونوا مختلفين واخا كلشي كيعرف تبارك الله يعجنوا. النساء المغربيات حادقات، ولكن كتبقى الاختلاف في الطريقه. اول حاجه انا نحتاج هنا الدقيق الابيض فورس، هنايا عندي 3 كيسان ديال الدقيق الابيض، عندي السميد الرقيق الفينو 2 كيسان، يعني نفس الكاس اللي نعبروا به الدقيق نعبروا به السميده. عندي هنا معلقه ديال الملح، معلقه كبيره، مهم حسب الذوق ديالكم نتوما شراكم تكونوا دايرين. عندي هنايا معلقه كبيره ديال السكر الخشن، وعندي الماء للعجن، وعندي بيكنج باودر. هنا غادي ندير شويه في العجينه وشويه غادي نديرها في الفينو ديالي اللي غادي نبسس به. مهم راكم معايا وبقاو معايا حتى التالي باش تشوفوا شنو غادي ندير. البنات دابا هنا غادي نعجنوا الخليط ديالنا، غادي نديروا الدقيق الابيض ديالنا، نجيبوا القصريه نديروا فيها الدقيق الابيض، غادي نديرو السميد الرقيق الفينو هنايا، غادي نديرو شويه البيكنج باودر. المهم البنات غادي نديرو شويه ديال البيكنج باودر، الخليط البيكنج باودر، يعني غنديرو واحد شويه وشويه غادي نخليوه على حسب باش نديرو في الاخر من ورقو الخليط ديالنا. غادي نديرو الملح ديالنا، غنديرو والسكر ديالنا كذلك، المهم هما هنا خليط كاع ديالنا هما هنا. دابا غادي نخلطوا هاد العناصر هكا كامله باش غادي نبداو نعجنوا العجين ديالنا. المهم انا خلطنا دوك العناصر ديالنا كامله، غادي نديرو بالماء يكون شويه دافي البنات، نعجنوا العجين ديالنا بالماء شويه دافي، ما يكونش سخون الماء. واخا هي اصلا ما فيهاش الخماره المعجونه ولا، من الاحسن نعجنوها بالعجين شويه دافي، غادي يكون مزيان، غتجيكم العجينه زوينه. مهم غادي ندير ونبقى نزيد شويه الماء، لان علاش المسمن ما خصوش يكون جاري، لان الا كان جاري ما غاديش يجيكم الخدمه مزيان، غادي يبقى يلتق معكم، غادي يعذبكم في الخدمه. انا ما بغيتش، شوفوا ما بغيتش ندير كلشي داكشي ديال الماء، غادي انا نعجن وغادي نشوف شعر جاري في العجين ديالي. باش من نمشي نعجنو ما يعذبنيش. دابا غادي نزيدو شويه، العجينة البنات يبغي ديريه فوق البوطاجي وتدي فيه. انا غادي نجمعو هكا مزيان باش غادي نديرو، شوفو دابا راه مزيان، ما غاديش نزيد له الماء. انا غادي نهز هاد القصبية ديالي وغادي باش نعجن الخليط، غادي نعجن العجين ديالي كامل.
ايوا هنا نعطيو له الدليك، نحاولو نسمن ديالنا هنا، نعطيو له الدليك. اللي عنده مهم العجانه يدير في العجانه، ولي ما عندهش يديرها بيده خصها تكون عنده الجهد. وكاين اللي ما يبغيش يدير العجانه، انا منهم ما نبغيش ندير العجانه. قليل فين كنستعمل العجانه، اغلبيه يعجبني نعجن بيديا، يعجبني نخدش بيديا في اللمسه. المهم غادي نبقاو هذا العجين حتى ندلكوه مزيان مزيان وخليوه يخمر، يعني شحال ما خمر شحال ما ريح المسمن يكون مزيان، يكون شاد راسو، يعني يكون غير تورقيها المسمنه تعطيك الطعم في التوريق. المهم انا نبقى على هذه المرحله حتى نرجع معكم. وزلاتي كما كتشوفوها هو دابا هنايا ندير الخبز، غادي نعجن الخبز. ني هنا دايره الخميره الفوريه ودايره سكر سنيده سكر خشن، غادي ندير لهم الماء وغادي نحركهم ونخليهم شويه باش تخلط الماء الخليط. هنا كما قلت لكم تشوفوا الملء السكر سنيده كنديرها على حسب باش تحمر لي الخبز ديالي، كنت تقرق شكل الخبز البنات. المهم انا غادي نخلي هنايا الخميره ديالي وغادي نرجع معكم. هنايا عندي الزيت واحد جوج معالق كبار ديال الزيت، عندي الدقيق القمح هنايا الكامل. شوفوا البنات القمح كيفاش هذا داير، ماشي فارينة هذا، نتمنى يكون يبان لكم. يعني هذا القمح كامل، عندي الملح وعندي الماء العادي. المهم دابا غادي ندير الملح ديالي هنايا، الملح حسب الذوق كل واحد بشعال. عندي الملح، غادي ندير العجين ديالي، ندير الخميره ديالي فوريه مع سكر سنيده. المهم الزيت ديالي غادي نخليه حتى التالي وندخله في العجين ديالي. دابا غادي نبداو نعجنو الخليط ديالنا.
وزهرتي. المهم دابا غادي نديرو الطاجين ديالنا. راني درت هنا الزيت ديالي شويه. غادي ندير الدجاج ديالي، غندير جوج طروفات ديال الدجاج. المهم كل واحد يدير شحال ما بقى ديال الدجاج. ولا غادي ندير المليحه ديالي. المهم غادي ندير البصله هنا، قطعت جوج بصيلات غادي نديرهم تشحروا هنايا مع الدجاج. وغادي ندير العطريه. المهم هذا هنايا كاين عطريه مخلطه هنايا، شوفوا البنات هذا الدار شريتها، يعني فلفل احمر والثوم والفلفل والحروم. المهم فيها بزاف هنا مخلطين. المهم غادي ندير شويه وصافي. دابا غادي ندير العطريه ديالنا، نديرو ابزار احمر ابزار الاسود غادي نديرو كركما غادي نديرو زنجبيل وغادي نخلطو العناصر مزيان مزيان على بعضياتهم. كنت غادي ندير حتى القزبر يابس البنات، ولكن ما عنديش القزبر يابس، يعني نقرب لكم الكاميرا، نتمنى يكون يبان لكم الطاجين. غادي نخلطو هاد العناصر، نخليوها هكا تشحر. غادي نزيد شويه ديال المليحه، نزيد اي شويه البنات. غادي ندير شويه ديال الماء باش يتشحر لي هاد العناصر كاملين مع داك الزبيده، لان الزيت ما كنحطش بزاف الزيت ولا درت اي شويه. دوك غادي نخلي الطاجين غادي نسد عليه، غادي نخليه حتى يتقلى وتشحر، ومن بعد غادي نرجع معكم البنات. المهم هو الطاجين ديالنا. المهم انا البنات راني درت الحبق ديالي يابس، درت شويه الحبق يابس. المهم هاد الدجاج ديالي تقلى، دروكا غادي نمشي باش ندير غادي ندير الخضره. المهم اللي كاين الخضره اللي كاينه غادي نديروها. اول حاجه نصطفو البطاطا الخيزو، ها نصطفهم كاملين البطاطا ديالي والخيزو ديالي. من بعد نزيد جلبانه ونزيدو زويتينات ونزيدو مطيشات. هذا هو الطاجين، المهم يكون ان شاء الله واجد. ملا يوجد نشاركو معكم، واي حاجه غنشاركها معكم ما تزابيوش، دائما تبقاو مع القناه ديالنا شين ام هلاك والقناه الاحتياطيه فاتي تي في باش تشجعونا باش تدعمونا. ان شاء الله نزيدو دائما قدام، التشجيع ديالكم غادي نزيدو قدام وغادي نفرحو بزاف. المهم
هنا غادي نديرو خيزو بنات. هاني هنا داكشي غير عشوائي محطوط، لان ما البطاطا صغيره ما غاديش توقف لي ولا. دابا غادي نزيدو الجلبانه ديالي من فوق، وغادي نزيد ديال مطيشه مع الزيتون، وغادي نخلي الطويجين ديالي كيطيب. وانا نمشي نشوف الخبز، راه العجينه خمرات شي باش نكرسها. البنات هاد الزيتون جبتو معايا من المغرب، ملي مشيت من الباديه ديال الاب ديالي كانت الام ديالي دارتو، وما واعر واعر ضايع. جبت معايا هاد الزيتون صراحه ما نقولكمش عليه بشعال لذيذ البنات. المهم الحامضات هنايا والزيتونات، غادي ندير شويه د الماء، ندير شويه د الماء باش غادي طيب الخضره ديالي. خصني ضروري نشوفو حتى الدجاج كي راه داير بقا يكون حاصل ولا بحال نقولو تقعدوه. المهم غادي نجيب شويه د المليحه نديرها من الفوق، شويه د المليحه نديرها من الفوق. هاي المليحه دابا داك المليحه، دابا نغطيو الطاجين ونمشيو على الخبز نشوفو الخبز ديالنا نكرصوه. البنات هو ديري هنا الخبز، هنايا هو خمر، هنايا غادي نقطع الخبز ديالي. شوف البنات انا كنت درت له الزيت باش ما يسقليش. شوف البنات فين هي، هذا غادي نديرو نطلعو. المهم نشوفو يديكم بداو يلصقو، حاولوا تغمسو يديكم في الماء وعاد هزو المطلة ديالكم. المهم انا راني دايره انا السربيته فيها الدقيق باش نفندو كاع هكا في الدقيق باش نولي نكرص عاد الخبز ديالي. شوفو البنات ملي يخمر لكم الخبز كيبدا يعطيكم طعم، شوفو. ونزيد الخبز، نزيد الدقيق ديالي، يعني الدقيق اللي كرست بيه هو اللي كنديرو.
درت هنا الحديده ديالي راها سخون، ها هي المطلوعه ديالي. غادي دابا نحطها هنايا، غادي البنات غير شويه نقلبها، غير نشد فيها اخرى غادي نقلبها. مهم شوفوا يعني ما نقرصها ما والو، نخديها هكا. والطاجين ديالي ها هو هنا راه راه يطيب، ومن بعد ما يطيب نشارك معكم. غزالتي ها هو هنايا الخبز ديالنا ديال المطلوع، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. شوفوا البنات كيفاش كندير، وانا ما كنغلطوش بزاف، لا شويه على حسب باش ما تكونش فيه الداد البابا. اعتذر، هذا هو المطلوع ديالي، نتمنى يعجبكم ونتمنى تكون الطريقه ديالي عجبتكم. دابا غادي نمشي باش ندير المسمن ديالي نقرصو ونخليه يريح شويه ونولي باش نطيبه. وزالتي كما تبان لكم ها هي هنايا العجينه ديالنا راها خمرات. هذه هنا البيكين باودر غادي نديرها على السميده الرقيقه يعني على فينو باش نورق باش نورق. اعتذر البنات حطيت شويه بزاف، غادي نقصو. مهم صافي نقصت، غادي نخلط هادشي كامل نخلطو باش هادو نورقو بها البنات. كتجي زوينه تجي من تديري بيت تورقي بها ديري فيه البيكين باودر. هنايا عندي الزبده، هنايا عندي الزيت. مهم انني هنايا دهنت الصينيه ديالي، غادي ندير فيها المسمن. هذا البنات راني خليتو ريح بزاف، شوف البنات كيفاش داير.
شويه الجلسات ديالي ديال المسمن قطعتهم، داروا لي 8 الحبات، ما درتش بزاف ولا غادي نحاول ندهنهم هكا بالزيت باش ما ينشفوش، ونبدا نحط عليهم نخليهم يريحوا باش عطانا الطوع باش عطانا الطوع من بغيو نقرصوهم. هادو هما المهم نخليهم المسيمات ديالي باش غادي يدي يريحوا. المهم دابا غادي نخلي هنايا المسمن ديالي يريح ونرجع معاكم باش نكملو المسمن هاد النهار. هاد النهار كان شويه فيديو طويل شويه، ولكن ان شاء الله انا من غادي نكون ندير مونتاج ما غاديش ندير فيه طويل بزاف، يعني ماكسيمو كاع الماكسيمو الا قديت 30 دقيقه، ولا الا قصت مقصت، ولكن الا جاني نقدر 20 دقيقه. المهم المهم انا نخلي هنايا المسمن ديالي غطي طوب باش ما يشكليش، هو نخليه هنا يرطب يزيد يطلق ونرجع معاكم البنات. المهم هو هنايا المسمن ديالي راه يعني راه ريح مزيان. دابا غادي نجي باش هنايا نخدم فيه، نجيب واحد الصفيطه نمسحوا البلاصه اللي نخدموا بها باش نورقو هنايا المسمن ديالنا. انا غادي نجبد بالوحده وانا نورق. هاد البنات ورقوه مزيان المسمن ديالكم، صلحوه مزيان حتى يبان سطح العمل ديالكم، وانتوما تورقوا فيه ورقوه يعني صلحوه مزيان.
البنات هاو هنايا غادي ندير، نتمنى ها يكون يبان لكم. نعدت له غادي نقلبها. وتبقاو نتوما ديروا نتوما تقلبوا حتى طيب لكم جميع الجهات.
وزلاتي كما تشوفوه هو هنايا المسمن ديالنا. نتمنى المسمن ديالنا ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى ما تبخلوش عليها دائما بالاشتراكات ديالكم باللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درتو يوصلكم. وشكرا على التعليق ديالكم البناءه اللي كتخليوها لي وكتشجعوني بها. مهم هو المسمن ديالنا. شوفوا البنات كيفاش داير مورق، شوفوا شوفوا البنات مورق ما شاء الله، شوف كيفاش داير كاع محلول مورق صراحه جا رائع رائع رائع. شوفوا البنات نتمنى مهم ان الاعجاب ديالكم، نتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم باللايك والجرس. شوفوا البنات مسمن كيفاش جا داير، شفتوا جا داير بحال الدفتر فيه الاوراق. شوفوا كيفاش، نتمنى يكون يبان لكم، ونتمنى ان الاعجاب ديالكم، ونتمنى ما تنساونيش بالاشتراكات ديالكم باللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درتو لكم. وشكرا على التعليق ديالكم البناءه اللي كتخليوها لي وكتشجعوني بها. يلا غادي نوريكم دركا الطاجين ديالي باش تشوفوا الطاجين ديالي، وتما نودعكم ونخليكم. مهم البنات ها هو هنايا الطاجين ديالي كيما راه يبان ليكم، الخضره والبطاطا راه عاد يعني مطفيت له كاع قبيلات، ولكن راه عاد سهطل معاه. مهم خليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. دائما بيزو.